وسلم على محمد وآل محمد. إنا لله وإنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا سيد الأنبياء السلام على من أظلم بشهادة الأرض والسماء السلام على من انقطع بشهادة وحي السماء السلام على من أثكل السلام على من صدع قلب علي المرتضى السلام على من أيتم الحسن مشهد بعد مشهد حتى تجلى له الله وشاء اللقاء المؤبد سقي سموما فأضحى على الفراش ممدد وجاءه ملك الموت مستأذنا ضامع الخير فأنفذ الحكم فيه وأطبق الفم وامتن والروح منه فاضت وسيدا قلها قضى نحبه دفن واسو
لكن تذكريني روحي يا زهر بوجهك لا تعيقيني روحي وعلى ابوك نبي لا تذوبيني ونصب المآتم يا بتول واسهر الليل روح ولد بضلعك المكسور وبشري برزايا من عظمها تفت الصخور والله يعينك ليلة فاج ومصار أجل باروخ لا مويا ومسوي أباروخ لا مويا ومسعي وبنكب على قبره وبلعي وبقل إنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين من خطبة لسيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام أنها قالت وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله اختاره قبل أن اجتبله وسماه قبل أن أرسله واصطفاه قبل أن ابتعثه إذ الخلائق بالغيب مكنونة وبستر الأهاويل ومصونة وبنهاية العدم مقرونة علما من الله بمآيل الأمور وإحاطة بحوادث الدور ومعرفة بمواقع المقدور ابتعثه الله إتماما لأمره وعزيمة على إمضاء حكمه وإلفاذا لمقادير حتمه ابتعثه فرأى الأمم فرقا في أديانها عكفا على نيرانها عابدة لأوثانها منكرة لله مع عرفانها فأنار الله بأبي محمد ظلمها وكشف عن القلوب بهمها وجلى عن الأبصار ظلمها وقام في الناس بالهداية وبصرهم من الغواية وبصرهم من العماية وأنقذهم من الغواية وهداهم إلى الدين القويم
ودعاهم إلى الصراط المستقيم، ثم قبضه الله إليه قبض رأفة واختيار ورغبة وإيثار، فمحمد من تعب هذه الدار في راحة قد حف بالملائكة الأبرار ورضوان الرب الغفار ومجاورة الملك الجبار. فصلى الله على أبي نبيه وأمينه على الوحي وصفيه لذكر محمد وآله صلوات. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. كلمات جليلة وعبارات عظيمة لخصت فيها مولاتي الزهراء عليها السلام سيرة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله من البدء إلى الختام. تكلمت عنه قبل أن يطأ الأرض بقدمي، تحدثت عن مقاماته العظيمة عند الله عز وجل وهو بعد لم يولد، كلام لم تكن الناس تفقهه ولم تكن الناس تعرف عظيم ما يحوي هذا النبي المرسل. تأريخ قبل أن يأتي، ثم تكلمت عن أهداف بعثته وأوضحت ثمار هذه الدعوة وعلة اصطفائه واختياره إلى الرفيق الأعلى. كلام عظيم من مولاتي الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وقبسة من أنوارها أضاءت بها كثير من النواحي التي لا يعرفها الإنسان عن تأريخ خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ها هنا سنقف وقفتين مهمتين مرتبطتين بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. الأولى المعرفة الشخصية ومعالم تاريخه ما هي، والوقفة الثانية وقفة معرفية لشيء من مقاماته صلى الله عليه وآله. وقفة الأولى نرى فيها نشأة خاتم الأنبياء. نحن نقرأ في القرآن عن عيسى بن مريم عليه السلام فنرى عجب، ونقرأ عن موسى بن عمران عليه السلام فنرى عجب. نقرأ عن عيسى بن مريم فنجده صغيرا تحمله أمه على يديها عمر أيام، جاية تمشي إلى بني إسرائيل وإذا به يتكلم في المهد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. مقام عظيم، بعد في المهد يحكي ويقول أنا نبي أنا نبي. أقرأ عن موسى بن عمران عليه السلام وهو في المهد، الله عز وجل يلهمها اقذفيه في اليد، شلون تقذفه في اليد؟ فأنطق الله لها موسى بن عمران فعرفت أن ذلك من الله سبحانه وتعالى فألقته في اليد. تابوت في نهر والنهر يقذفه يمين شمالا يظل محفوظا ويظل محفوظا أكثر في قصر فرعون حتى يمشي. كلما أقرأ عن عيسى بن مريم وعن موسى بن عمران عليهم السلام وعن سائر الأنبياء أجد عجب. لما أجي إلى تاريخ خاتم الأنبياء لا بد أن يكون أعظم وأعظم وأعظم. لما أقرأ التاريخ أخرج بنتائج أخرى، ولا وين المقامات؟
يريدون أن يقولوا نشأته كانت نشأة عادية جدا إلى أن بلغ الأربعين ثم أصبح نبيا. ولهذا واحد المستشرق ماذا يقول؟ يقول محمد ذهب إلى غار حراء، أحد المسيحيين من العرب، يقول محمد جلس في غار حراء يفكر يفكر، فجاءت إليه فكرة الوحي. شو لاحظ فكرة الوحي؟ ليش؟ لأن لما يقرأ ما يقرأ تاريخ يكشف عن عظمة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. لما أطالع كتابات عجيبة عن حياته وعن بدايته يظن الظان على أن نشأته كنشأة غيره، تقول لا أبدا غير مقبولة الحكاية. أحاول أن ألملم أطراف تاريخية متنازلة، أطلب منك فقط أن تحفظ معي، تحتاج إلى حفظ. أريد أن ألملم لك نشأة النبي صلى الله عليه وآله ونستخرج منها نتائج عظيمة جدا. عبد الله تزوج بآمنة بنت وهب وهي وحيدة أمها وأبيها، ماكو وياها لا أخ ولا أخت، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله ما عنده لا خال ولا خالة. تزوجها في شعب أبي طالب. وين شعب أبي طالب؟ وانت طالع من الصفا ومن المروة قدامك مساحة، المساحة ها هنا شعب أبي طالب. دخل بها في بيت أهلها وأقام ثلاثة أيام هناك، ثم انتقل إلى بيته، وبيته في ميناء عند الجمرة الوسطى، وهناك حملت آمنة بالنبي صلى الله عليه وآله. إذن زواجهم في شعب أبي طالب والحمل به في ميناء عند الجمرة الوسطى. طلع عبد الله للتجارة، تكامل الحمل، جاءت لحظات الولادة. وين كانت؟ كانت في بيت عبد المطلب. وين بيت عبد المطلب؟ وانت طالع من الصفا قدامك مساحة، قدامك بناية مكتوب عليها مكتبة مكة المكرمة، كان هنا ميلاد النبي صلى الله عليه وآله، هنا بيت عبد المطلب، هنا أشرق نوره صلى الله عليه وآله. أخذته حليمة السعدية وظل عندها في الطائف في منطقة مرتفعة، هواء لطيف وجو نقي، مكث عندها إلى أن بلغ 5 سنوات، ثم أرجعته حليمة إلى أمه. مكث مع أمه 4 أشهر. آمنة كل سنة تطلع من مكة تروح المدينة لزيارة قبر عبد الله والد النبي. وين تزوره؟ انت داخل عند الحرم النبوي، قبالك الضريح المقدس، على يمينك الباب يوديك للبقيع، على يسارك باب يوديك للساحة. في هالساحة ها ما أكو إلا علامة الآن، تأتي كل سنة تزوره. آخر مرة النبي عمره 6 سنوات و4 أشهر طلعت مع عبد المطلب مع أم أيمن بركة، زاروا، فرغوا من الزيارة، في رجوعهم وصلوا إلى الأبواب، تمرضت آمنة، توفيت وعمرها 30 سنة فقط، دفنت في الأبواب. حضنته أم أيمن بركة. إذن هنا نقاط أعيدها لتستجمعها، أبوه في المدينة وأمه في الأبواب عمرها 30 سنة فقط، كفلته بركة أم أيمن، حضنه عبد المطلب إلى أن بلغ من العمر 8 سنين، توفي عبد المطلب، فكفله أبو طالب، وظل في كفالته وفي نصرته
قرابة 40 سنة. قرابة 40 سنة، خليها في بالك، قرابة 40 سنة من عمر النبي صلى الله عليه وآله 8 سنين إلى أن بعث عمره 40، وعاش في الدعوة إلى أن قبض أبو طالب 40 وأكثر. أبو طالب في حماية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مو يوم ويومين ولا سنة ولا سنتين، تاريخ طويل جدا. أسأل التاريخ، لما مات عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله كم كان عمره؟ كم كان عمره؟ شيخ الكليني رحمة الله عليه يقول كان عمر النبي حين مات أبوه كان عمره 2 شهر. أجي إلى الطبرسي رحمة الله عليه أقول له كم عمره؟ قال عمره 2 سنة و3 أشهر. أجي إلى الذهبي من علماء العامة أقول له كم عمره؟ يقول عمره 2 سنة و3 أشهر. أريد أوصل وياك لنتيجة، النبي إذا عمره 2 شهر وما تموت أو 2 سنين، حليم جد اتخذته وهو صغير وأبوه موجود، يصير النبي يتيم ذاك الوقت لو مو يتيم، أبوه موجود يصير يتيم. إذا عمره 2 أو 2 سنين ومات أبوه، منين صار يتيم؟ شو أريد أقول؟ أريد أقول شيء أسطورة نقرأها سنين، يقول لك جاءت المرضعات وما حد يريد محمد. شو تقول؟ سكل نشأة نبي عظيمة أوصل إلى خاتم الأنبياء يقول جاءت المرضعات كل واحدة ما تريد، مزهود فيه. من يريد؟ ليش مزهود فيه؟ قال لأنه كان يتيما. تقول ما قال لي تاريخ انت عمره متى كان يتيما؟ عمره 2، الرضاع 2، عمره 2، أبوه بعده موجود، من سويته يتيم؟ يريد يصنع لك أسطورة يقول لك كان مجهولا في قال صار الرجل العظيم، يقول له ما احتاج إلى أساطيرة كان أبدا. أبوه كان موجود، جده عبد المطلب كان سلطان زعيم صاحب أموال صاحب سلطنة ومكانة، منين تقول مجهود فيه؟ وليش تقول مجهود فيه؟ ما الهدف؟ ما الغاية؟ أجي إلى ابن عباس، ماذا تقول يا ابن عباس؟ قال تسابق الجن والإنس على رضاعه، تسابق الجن والإنس، كل من يريد يظفر بهذا الشرف، منذ ولادته وشأنه عظيم. يريد يصور لك النبي مسكين ولد أبدا ما حد يريده ما حد يطلبه ما حد قابل، يا الله حليمة بألف وسيلة جاء أجل إليها. منين الكلام هذا؟ أساطير يراد منها ما أعلم ماذا يراد. تقول له هذه حكاية خليها، تسابق الجن والإنس على الرضاعة، أبوه كان موجودا ثم توفي وأصبح يتيما، لا أنه منذ النشأة كان يتيما. ثاني أجي إلى علائم العظمة منذ النشأة، عبد المطلب كان يسير والنور في جبينه، أنجب عبد الله انتقل النور إلى عبد الله، عبد الله كان معروفا في قريش إذا سار في الطرقات يضيء حناجس الظلم، غرته تضيء نور مشرق، تزوج بآمنة حملت انتقل النور إليها. لما ولد النبي صلى الله عليه وآله الكل يعلم عظمته، ماكو أحد ما يعرف عظمته، لا تاريخ عيسى بن مريم ولا تاريخ موسى بن عمران يمكن أن يقاس ببداياته ونشأته أبدا. اقرأ تاريخ قريش كلها تعلم أنه عظيم،
أدلة وبراهين مو جاية. جاءت قريش إلى عبد المطلب قالوا له السماء منعت قطرها سنتين ماكو مطر. سنتين ماكو مطر. ريدك تناجي الله زيد مطر. التفت إلى أبي طالب قال له اذهب وأتني بولدي محمد روح جيبه. جابه بعد في القرآن صغير في المهد. جاء به. وصل أبو طالب إلى عبد المطلب أخذ عبد المطلب رفع إلى السماء اللهم بحق هذا الغلام. العالم كلها تسمع عبد المطلب عظيم عند قريش. هذا صاحب إعجاز الأبابيل متأله أول من علم الناس التأله وسنه لهم. شافوا شايل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء اللهم بحق هذا الغلام معرفة. ثلاث مرات يناجي الله أغثنا غيثا مغيثا وإذا بالسحاب قد أقبل وأمطرت السماء ببركات النبي محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. مرت السنوات لعله بين الخامسة والثامنة رجعت قريش عبد المطلب أنت معود إن الأمطار تأتي ببركات دعائك. خرج إليهم ومعه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وقد اعتزر بإزار أصبح غلام. صعد إلى جبل أبي قبيس الرواية تقول لزمه من منكبه رفعه على كتفه ناجى الله بحق خاتم الأنبياء فأمطرت السماء ببركاته. اللهم صل وسلم على محمد وآله. لهذا أحد علماء العامة التفت التفاتة قال أبو طالب لما قال وأبيض يستسقى. يستسقى يعني مو مرة واحدة مو مرة واحدة مرار وتكرار. قريش كلها تفتح عيونها ترى المطر والسماء تفتح أبوابها ببركات خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. أشياء كانوا يلاحظونها بركاته في كل آن من آناته في كل لحظة من لحظاته. الإمام الباقر عليه السلام يقول أصاب الرمد عين النبي صلى الله عليه وآله فالتفت عبد المطلب إلى ولد أبي طالب قال له ولدي أكو طبيب راهب في صومعة هو طبيب خذ ولدي. وضعه في مثل المهد صفت وغطاه بشيء عن الشمس طلع وصل إلى الصومعة نادى يا راهب. قال الراهب قال صاير هذا الراهب عند صفاء شاف وإذا أنوار تشرق. قال من أنا؟ قال أنا أبو طالب بن عبد المطلب. ما عندك؟ قال عنده ولد مريض. قال له اكشف عنه. كشف عنه واذا بنور قد سطع. هذا فزع من النزع. قال له خذه لا ضير عليه ماكو ضرر من مرضه. ثم ادخل راسه وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان هذا رسول الله هذا من بشرت به التوراه والانجيل على لسان موسى وعيسى أشهد أن لا إله إلا الله وأن هذا رسول الله. قال له أبو طالب ما تقول شو الكلام؟ قال له ونبأه أعظم من ذلك أكثر من اللي سمعته وأنت ناصره ومانع قريش عن قتله. أخذ ورجع جاء إلى عبد المطلب قال له أبا هذا ما قاله الراهب كذا وكذا وكذا. قال اسكت يا ولدي فإن محمد لا يموت حتى يسود العرب والعجم. هنا قصص وقصص وقضايا كلها تشير إلى شيء وخلاصة أريد أن أصل معك إليها. خاتم الأنبياء منذ النشأة
ومنذ بداياته وعلائم العظمة أينما حل وأينما مشى وأينما تكلم وأينما وطأت قدماه كانت البركات والمعاجز والعجائب تلاحقه صلى الله عليه وآله. إذن تاريخ يفوق تاريخ عيسى وتاريخ موسى وتاريخ سائر الأنبياء عظمة منذ النشأة. لما نعرض هالعرض وجي المستشرق يقرأ ما يقدر ياخذ ملاحظة عليه، ما يقدر يسيء إلى النبي صلى الله عليه وآله بجرد قلم يقول هذا هو نبي. منذ البداية والسماء تملأه وتحفظه، ومنذ البداية والمعاجز والكرامات تحيط به أينما ذهب وأينما سكن صلى الله عليه وسلم. هذه وقفة. الوقفة الثانية الوقفة المعرفية. مولاتي الزهراء عليها السلام تكلمت عن ثلاث مناقب عظام اختاره اصطفاه سماه. أجي أسأل، مو الاختيار هو الاصطفاء؟ لا، فرق فرق. ما معنى اصطفى؟ علماء يقولون الصفو عكس الكدر، آدم مصطفى، نوح مصطفى، ولكن شيخ الإربلي يقول ولكن إذا قيل المصطفى ماكو غير النبي محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. ما معنى؟ قالوا الصفو الذي لا كدر فيه اصطفاه الله، أي أنشأه وخلقه صافيا من كل كدر. هذا معنى المصطفى. لما يقال المصطفى ايش معنى المصطفى؟ يعني الله خلقه صافيا من كل كدر، روحه لا كدورة فيها، عقله لا كدورة فيه، أخلاقه لا كدورة فيها. من أقرأ عبس وتولى في واحد يقول في خاتم الأنبياء، أقول لك إذا القرآن يتعارض. شو القرآن يتعارض؟ جاي مصطفى كل كدر. إذا واحد يعبس في وجه أعمى كدر لو مو كدر؟ هذا مو كدر، فوق الكدر هذا. أعمى وضعيف ومسكين تعبس في وجهه، تقول له جاي تحكي لي تعارض القرآن ينقض نفسه؟ ما يصير. مصطفى خالي من كل كدر، خلقه الله وأنشأه صافيا خاليا من كل ما يخالف الصفا. ثاني اختاره. ايش معنى المختار؟ نحن نقول المصطفى والمختار. لما تمر على تاجر يبيع فاكهة، تجي تقلب في الفواكه إلى أن تختار واحدة. ايش معنى الاختيار هنا؟ يعني اختخبت أفضل ما هو موجود. لما يقال محمد المختار يعني الذي هو سيد الكائنات والذي يحمل من المميزات ما لا يشبه أحد القوم. هذا اثنين. ثالث سماه يعني ماذا؟ زهراء عليه السلام جاي تركز، اختاره اصطفاه سماه، يعني فقط قال اسمه أحمد صارت كرامة. قالوا ما معنى التسمية؟ التسمية من السمو، يقولون فلان سما ارتفع. سماه أي رفع ودل على عظيم خصاله. متى؟ لما سماه أحمد. تعرف ايش معنى أحمد؟ علماء اللغة يقولون أحمد يعني أفعل، أفعل تفضيل،
فلان طويل، فلان أكثر طول يقول أطول، لما يقول أحمد أكثر الخلائق حمدا، أكثر الخلائق ثناء على الله عز وجل. أريدك تتأمل وياي معنى عميق، شو معنى أكثر ثناء؟ لما أجي أطالع صنعة من الصنعات، كل صنعة تدل على شيء. لما أجي واحد صانع إلى جهاز بسيط يدل على مقدار من الاختراع بسيط، لما أجي إلى واحد صانع إلى جهاز معقد يدل على قدرة كبيرة عند هذا الصانع، لما أطالع الجبل يدل على قدرة الله، كأن يثني على الله، الله عظيم، الله قادر. لما أجي أطالع الماء أشوفه سهل، يثني على الله الذي خلقني، عظيم قادر. أجي أطالع بن آدم، العينين ما خلاهم في القدمين، خلاهم في الرأس، حكيم، يثني على الله. كل مخلوق يثني على الله بلسان حاله، الذي خلقني قادر، عظيم، حكيم. يقول ما من مخلوق يدل على عظمة الله كخاتم الأنبياء محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. أحمد أكثر الخلائق حمدا لله عز وجل. هذه ثلاثة أشياء. الرابع، فلما أرسل، شو معنى الإرسال؟ فرق بيننا وبين غيرنا. غيرنا يقول جاء النبي صلى الله عليه وآله بعقائد وبأحكام إيمان بها فقط، فقط ما يمكن. علماؤنا يقولون أولا التصديق بالنبي صلى الله عليه وآله، ثانيا اتخاذه وسيلة إلى الله. ما يمكن القرب بغير خاتم الأنبياء. أقول لمنين؟ يقول اقرأ القرآن. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، واحد ظالم نفسه بعيد عن الله يريد يقترب من الله، شو يسوي؟ يروح إلى الكعبة قال لنا، أروح إلى جبل أتعبد قال لنا، أروح إلى المسجد قال لنا، أروح أصوم قال لنا. أجل، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا. باب القرب إلى الله. علماء يقولون ليست قضية الاستغفار وليست قضية الدعاء فقط، تفتح أبواب الجنان به، تنزل البركات به، يقترب العبد من الله به، يغفر ذنبه به، تجاب دعواته به إذا رفع الدعاء. علماء يقولون ليس في عالمنا وفي عهد الإسلام فقط، حتى من قبل إذا دعا الداعي ظل الدعاء يحوم عليه ما يرتقي، فإذا ذكر خاتم الأنبياء صعد الدعاء إلى الله عز وجل. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. تقرأ الآية، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله. شو ليش يستغفر لكم؟ خلى هو يقول لا، باب القرب إلى الله وخاتم الأنبياء. الله عز وجل يعلمنا إذا أردت أن تقترب لابد أن تؤمن وتصدق أولا، وثانيا أن تقصد خاتم الأنبياء. وصعبة هذه العقيدة، ولا أبدا ولا صعوبة، أحكي لك قرآن جيب لي معنى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. قرب المعنى، أجي إلى العلماء يقول قربوا المعنى. قالوا لما أراد الله عز وجل اختبار الملائكة ماذا أمرهم؟ أمرهم أن يسجدوا لآدم. أمير المؤمنين عليه السلام يقول جعل الله آدم، اشتأمل في الكلمة، جعل الله آدم محرابا وكعبة وبابا وقبلة، أربعة أشياء. يقول جعل الله آدم محراب، شو محراب؟ التقرب، وكعبة
وقبلة وباب إلى الله عز وجل. إبليس يقول له الله اعفيني من السجدة، أعبدك عبادة لا ملك مقرب ولا نبي يقدر عليها. قال له تعبدني كما أريد كما تريد إلا تجيني من باب آدم. يقول العلماء قربوا المعنى، قالوا الله أقرب إلينا من حبل الوريد، وإذا أردنا أن نتقرب إليه ندور الكعبة وين؟ ليش ندور الكعبة؟ مو الله في كل مكان، الله يسمعك، الله أقرب إليك من حبل الوريد، إلا أستقبل الكعبة كما استقبلت الملائكة آدم، كما نستقبل الكعبة كذلك نقبل على خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله ووسيلتنا إليه. هو الوسيلة، مو قضية جاب دعوة وانتهت أبدا، سيظل وسيلة قربنا إلى الله عز وجل. هو إعجاز، إعجاز في دعوته، إعجاز عند النبي صلى الله عليه وآله يفخر رجاله. الأنبياء السابقون كم لبث؟ نوح عليه السلام لبث في قومه كم؟ 1000 سنة إلا 50. كم آمن وياه؟ 800. النبي صلى الله عليه وآله كم مكث في الكعبة؟ 23 سنة. وقلب الدنيا رأسا على عقب، وبدل الأحوال وبدل الأمور، وكنتم على شفا حفرة من النار مذقة الشارب ونهزة الطامع وقفزة العجلان وموطئ الأقدام، تشربون الطرق وتقتاتون القد والورق، أذلة الخاسئين فأنقذكم الله بأبي محمد بعد اللتيا والتي وبعد أبوني ببهم الرجال، ذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب، كلما أوقدوا للحرب نارا أو فغرت فاغرا للمشركين أو نجم قرن للشيطان أطفأها الله، الله عز وجل يتكفل، أو أرسل علي بن أبي طالب حتى يطأ سماخها بأخمصه ويطفئ لهبها بسيفه مكدودا في ذات الله. زين هالعناء وهالتعب 23 سنة شلون قابلت الأمة؟ شلون واجهت الأمة؟ هو يحكي يقول ألم تكسر رباعيتي وأضلاعي، أنا مجاهد في سبيل الله، ألم تسل الدماء على وجهي، ألم أربط حجر المجاعة على بطني، وكل هالأشياء أنا صنعتها. إيش تريد يا رسول الله؟ جزاء تريد؟ إيه جزاء ما هو؟ إن النبي لا يهجر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يصعب عليك، يصعب عليك، أحكي لك تفاصيل مصيبة النبي. المسلمون يقولون ما من فضيلة إلا وحازها رسول الله، ومنها الشهادة، ومنها الشهادة، رسول الله شهيد، قتل مسموم، مسموم، مسموم. ما من فضيلة إلا وقد حازها، أكو أنبياء شهداء أفضل من قالولا، وحتى رسول الله مات شهيدا مسموما. أريد أشرح لك أحواله وأجرح قلبك وسامحني. بدأت العلة تثقل بجسد رسول الله من يوم 20 صفر. 20 صفر رسول الله شكد عمره 63، بعد يريد يطلع من بيته الدل بيته إلى البقيع مسافة قريبة، يريد يطلع يلتفت إلى أهله، علي شترين أريد أروح البقيع، شترين تعالوا سندوني مو قادر يمشي على قدمه. خرج يتهادى ما بين علي والفضل، يتكع على الفضل يتكع على علي، استغفر لهم رجع. هذا يوم 20 صفر. عقب يومين شو شلون شدت العلة في بدنه، عقب يومين جمع المسلمين اجتمعوا، التفت لعلي جايب له كرسي يقول لعلي اقعدني على مرتفع القعلي، يا رسول الله اوقف على قدمك، لا اقعدني على مرتفع، انا ما اقدر.
أجلسه هو على الكرسي. رسول الله معصب الجبين، الرواية تجرح الخاطر، جعل يوقف ورا ظهره، لازم إنه من منكبه لا يمين يمين ولا شمال. هذا يوم 22-23 صفر. عقبها جو الصحابة يزوروه، لا هو أقف على قدمه ولا قاعد على كرسي، أجل ممدد على الفراش. أحشاؤه قد تفتته، ينفث قطعا صغيرة من أحشائه صلى الله عليه. قال ايتوني بدوات الوكت، مدد على الفراش. واخر لحظات اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا. اراد ان يقوم احدهم، صاح الصاحب اجلس فان النبي ياجر. سمعها النبي ما تحمل اغشي عليه، افاق من غشوته. قالوا انا اتيك بالذي طلبت، قال بعد الذي قلتم فلا، ولكن أوصيكم بأهل بيتي خير، ديروا بالكم على ولدي، ديروا بالكم على بنيتي. غمض عينك انت ونراويك شلون نحفظ الوديعة، خليها تجيك الى قبرك شكاية، خلي يد على ولدها ويد على ولدها. على الباب فاطمة، ادخلي يا. دخلت فاطمة، رسول الله ساعي وفيق ساعي وغشى عليه، جعلت راسه في حجرة، صارت طالع جماله، طالت وابيض يستسقى الغمام بوجه، ثمان اليتامى عصمة للارامل. افاق من غشمته، قال ابني هذا قول عمك يا ابي طالب، لك ايام الفرح راحت يا زين الراحة. حسنان يمشيان يناديان أرواحنا لروحك الفداء، أنفسنا لنفسك الوقى. مد النبي عين طالع الحسن والحسين، سال الدموع على خده، جاء أغمي على رسول الله وقع على صدره. علي واقف طاير، الرسول مغمى عليه، الحسنين على صدره، خاف أن يضايق رسول الله، مديده يريد يشيل الحسن والحسين. أفاق رسول الله تلك اللحظة، نادى خلهم وادعوني وخلني بودعهم، خلهم بي ودعوني، خلني بلثمهم وخلهم يلثموني. اللي تصيح هذا الحسن يا يام سميته، وذا الحسين هذا الحسن يا يام سميته، وذا الحسين وذي زينب الكبرى وذي فخر النساوي.
يا بني كل اولادك انا اسفيهم. وش صاير بني صاير؟ قالت له عندي طلب يا ابو هذا الحسن يا يامس ابنته وذا الحسن وذي زينب الكبرى وذي فخر النساوين وهالجنين اللي بطني يا ابني العين لازم تعين الاسم قبل البنية بوي لازم تعين الاسم من قبل جيبه بس ما سمع المصطفى جبنا حيبه قال هذا المحزن والمسقط غصيبه صاحت يا بويا شنو خبر الاقشر علي شنو السبب يسقط غصب اسراج بيته قال هتهجم الاعداء عليكم وسط بيته لعظام شخصي فالثرى وانقطع صوته لازم يكسرون الضلع يا سجيها ثم مد يده واخذ يد فاطمة وضعها على صدره ومد يده الاخرى فامسك بيد علي اراد ان يتكلم فانخنق بعبرته صعد ملك الموت صادف جبرائيل في الهواء قال جبرائيل يا ملك الموت قبضت روح محمد قال استمهلني حتى تهبط عليه قال اما ترى ابواب السماء فتحت
استقبال روح محمد ما ترى الحور العين قد تزينت لاستقبال روح محمد جبرائيل ما ترى فاطمة ما ترى الحسنة قد انصدعت قلوبه حزنا على حبيبنا محمد نزل جبرائيل مع ملك الموت قال ولا الآخرة خير لك من الأولى قال يا ملك الموت أمضي لما أمرت به جبرائيل على يمينه ميكائيل على شماله رأسه بحجر علي وملك الموت قابض لروحه قال يا ملك الموت خفف قال كيف فعل قال أول كل واحد من أمتي مثل هذه الجذبان قال شتان بينك وبين أمتي أنت رجل كريم على الله وقد سألت التخفيف قال استعد استعد